أحييكم مجددا، شكرا على تواصلكم وعلى دعواتكم. الرسالة وصلت، لن أستطيع أن أذكر وأشكر كل المتابعين كل باسمه لأن الدعوات كانت كثيرة. تقبل الله منكم، الحمد لله. على كل حال، الرجل اليسرى خفت بعض الشيء، اليمنى لا زالت تتأرجح. هذه أسميها أنا شرطة بيهار، وهو اليمنى أسميها شرطة مومباي. دائما هناك اختلاف. شرطة مومباي هي التي لم ترضخ بعد، لا زالت تتلاعب كالرجل اليمنى حاليا. نلتقي كلما جد جديد، وهذه القضية دائما فيها المستجدات رغم التعب والطاقة السلبية والمزاج ليس بالجيد. حاليا يجب أن أجد عملا قارا لأنني في ضائقة مالية صراحة، والوضع ليس بالجيد مع كورونا وجميع الأعمال قفلت. عمل قار ضروري. أنا حين ذكرت الواتساب والإيميل كنت ربما متفائلا جدا، قلت سيتصل بي شخص من قناة أو من إذاعة راديو أو شخص للدوبلاج أو لبرامج على الإنترنت أو هكذا. يعني رغم الشواهد يعني دون عمل حاليا. يعني بكالوريوس في إدارة أعمال وتسويق، باتشلر ديجري إن مانجمنت، ودبلوم في محاسبة وتسيير، وأجيد لغات الفرنسي والإنجليزي بالإضافة إلى العربي. ما هذا الحظ العاطر يا لطيف؟ حاليا يجب أن أجد عملا لهذا المزاج السيء بعض الشيء. كنت آمل في قناة على اليوتيوب أن يكون لها مردود مالي أو هكذا، يعني لأنها متعبة صراحة. العمل في اليوتيوب متعب جدا يعني، لكن فوجئت أن لا مردود مالي، يعني ضعيف، مردود هزيل جدا جدا جدا، لا يكاد يذكر في الشهر. يعني لا أعرف إن كان مسموحا بذكر التفاصيل، يعني بالنسبة لقناتي في شهر يعني كان مبلغ هزيل جدا، لم يصل إلى 10 دولارات، وبدأ يتناقص. بالأمس أصبح 5 دولارات، لا أفهم، واليوم 4. يعني عوض أن يكون تزايد هناك تناقص. غريب هذا الموضوع. أتمنى لو كان هناك شخص عنده قناة من بين المتتبعين وترد له أرباحا، يعني أن يتواصل معي لأفهم تلك التفاصيل. يعني المردود المالي هزيل جدا بالنسبة للقناة على اليوتيوب، غير مشجع صراحة رغم الجهد المبذول. يعني أكثر من جهد في الأعمال الأخرى التي يكون فيها راتب شهري مضمون. يعني أن تبحث وتنقب على الأخبار وعلى المستجدات بكل لغات، وتحضر المضمون وتسجل وتوضب الفيديو ليظهر بشكل فني أنيق ويصلح للمشاهدة. يعني توضبه جيدا مع بعض الرتوش الفنية، وحين تنزل الفيديو سنتظر مدة طويلة لأن الواي فاي قد يكون غير سريعا، قد يأخذ ساعات لإنزال الفيديو، وأحيانا لا ينزل الفيديو أو يكون فيه مشكل كما تعودنا حين أضع صور معينة عن وثائق طبية أو جثث، يعني يقطع الصوت، وهذا يعني أمر يدعو إلى الاستياء فعلا. مجهود يعني كله يروح صفرا يعني، وتعيد فيديو جديد. يعني الأمر متعب وغير مدير للمال يعني. وأنا حاليا يجب أن أبحث عن عمل قارر. القناة فيها يعني تقريبا 1000 أو أكثر، يعني لو كل شخص من المتابعين بعت فقط 10 دولار أو 5 دولار، يعني سنصل إلى مبلغ محترم. من المتطوع؟ أين المتطوعون؟ حينها أطور من القناة ويعني من محتواها، وأشتري يعني موبايل بخاصيات متعددة وبكاميرا عالية الجودة، يعني تصبح صورة جيدة أصلا، وأنشر مجموعتي القصصية. يعني رغم أني نشرت على الإنترنت، لكن الكتاب يظل له رونقه وجماله الخاص وقيمته المميزة. وأعمل مشاريع جزء منها خيري، لأن هذا كان هو طموحي، مشاريع في جانب خيري أو في اتجاه خيري. يعني فعلا الأوضاع لا تبشر بخير يعني على الصعيد العام فعلا، وصعقت فعلا لمردود الانترنت يعني غير مشجع اطلاقا. يعني
الواحد يستعمل هذه القناة لتحقيق الذات يعني، ولنشر فكر معين مع مردود مادي. لا يمكن الاستغناء عن المردود المادي يعني، لأننا في عصر مادي محض، يجب أن أذكر ذلك، في عصر مادي محض دون شك. والمادة تساعد، المادة تجعلك تطور من نفسك ومن قناتك ومن أشياء كثيرة يعني. في جديد القضية، عذرا على الإطالة، في جديد القضية اليوم يعني، سي بي آي سجلت قضية ضد ريا وعائلتها وسامويل ميراندا، هذا مدير الأعمال في بيت، في منزل سوشانت. هذا أصلا أنا شككت فيه يعني، هذا الذي اعتقدنا أنه قتل واختفى، هو مختفي هربا لأنه متورط. عندما شككت فيه حين وجدت في سجل مكالمات ريا أنها تكلمت معه كثيرا كثيرا، أكثر من سوشانت، عرفت أنه متورط، هي من أحضرته أصلا يعني، وتابع لها. أتمنى أن يكون صوتي واضحا وغير متثقل، عذرا على الجهد يعني، ليس كالعادة. سوشانت، والد سوشانت، كلم ري عبر الواتساب في نهاية السنة الماضية، في نوفمبر على ما أعتقد 2019. سأل عن صحة ولده وطلب استفسارات ومعلومات عن ولده، لم تجبه وعملت له بلوك. يا لشرها. سأل أيضا مديرة الأعمال شوي شروتي أو لا أعلم، لا أذكر اسمها، هي أيضا لم تجبه يعني، كان مخطط منذ زمن. بعث بشكوى إلى شرطة مومباي أن ابنه يتعرض للتهديدات بالقتل، لم يعير الموضوع اهتماما يعني. سوشانت كان مستهدفا منذ البداية. عفوا، هذه الوضعية أريح للتحدث عذرا صراحة. بالنسبة إشاعات كثيرة وأقاويل كثيرة تروج في هذه القضية، لكن أنا أقول فقط الأقرب إلى الصدق. هناك منطق يحلل يعني، لا يمكن أن أقول أي خبر يعني، كخبر بانشولي، سراج بانشولي، أن ديشا كانت حاملا منه، لا أنا رفضته يعني، بعيد بعيد كل البعد يعني. الشخص الذي حلل جثة سوشانت وقال أنه تعرض لصعقات كهربائية بمسدس صاعق هنا في عنقه، وتوجد نقطة مركزة، دليل على أن هناك ضربة أو صاعقة هنا لشل حركته، مع شلل في النصف الأيمن الأعلى من وجهه. هذا دليل على أنه تعرض لصعقات بمسدس كهربائي، هذا وارد، أنا أؤكد الفكرة مقبولة يعني، منطقيا مقبولة. المسدس الذي نراه في الأفلام يشل الحركة، تستعمله الشرطة الغربية لشل حركة المجرم إن تمرد أو قاوم يعني، المسدس لشل حركته، ولكن القتل كان بالخنق بحبل مثلا، شلوا حركته ليتمكنوا منه لكي لا يقاوم. هذه الفكرة أؤيدها 100%. في جانب آخر، أعلن أن الممثل سانجاي ديت مصاب بالكانسر، بالسرطان. هذا الموضوع لا يهمنا، who cares, we don't care about you, we care just about Sushant and Sushant's case, and we ask justice for Sushant. People who made this star so famous and successful، يعني الناس هم الذين جعلوا من هؤلاء الأشخاص نجوما لامعين، الناس، نحن من جعلنا منهم نجوم. هذه الإصابة بالكانسر it's fake news يعني، فقط هي خبر كاذب أو مصطنع فقط للترويج لفيلمه صدقته. هذا الفيلم لن يشاهده أحد، وأدعوكم لوضع ديسلايك على تريلر أوف صدقته يعني، وصل نسبة كبيرة من عدم الإعجابات، كما كانت نسبة الإعجابات كثيرة لديل بيتشارا، حقق نسبة عالية، سنريد أن يحقق هذا أدنى نسبة يعني، أكثر نسبة في عدم الإعجابات، ديسلايك ديسلايك ديسلايك، فاتت المليون حاليا. صدقت، قاطعوا هذا الفيلم من أجل روح سوشانت. نحن لسنا بهذا الغباء يعني، مع اقتراب عرض فيلم صدقت الذي هو بطله، نشروا روجوا فكرة هو مصاب بالسرطان ليشاهد البعض ليروج لفيلمه، كما حدث في قضية كورونا سابقا. لا لا، بوليود توفيت، ماتت، رحلت بوليود، رحلت يوم 14 من جولاي، من جون، بوليود ماتت بالنسبة للجميع في 14 من يونيو، انتهت. وهذا على فكرة ليس فقط رأيي، هذا رأي الكثيرين يعني. أعجبني تعليق بعض الأشخاص، قالوا بوليود انتهت وتوفيت بالنسبة لي يوم 14 من جون،
ولم أشاهد أي فيلم من بوليوود، سأظل فقط أشاهد 11 فيلم لسوشانت وأعيدها كل مرة. إذا نكتفي بهذا القدر، نلتقي في فيديو جديد بعد لحظات، ليكون هذا الفيديو قصيرا، ليكون سهلا في إنزاله، لن يأخذ وقتا طويلا. بعد لحظات نلتقي.